مشاهدينا الكرام أهلا بكم. الاقتصاد الإيراني طبعا هو تحت أنظار العديد من المستثمرين والمحللين الماليين في الفترة الأخيرة بعد طبعا القرار الأخير حول رفع العقوبات عن إيران، ولكن لو يعني فقط مقارنة بسيطة ما بين إيران والجوار دول الخليجية هنا، يعني نظرة سريعة على الفوارق الاقتصادية ما بين هذا الاقتصاد الإيراني والسعودي والإماراتي، لو نظرنا فقط إلى الناتج المحلي الإجمالي فهو حاليا في إيران عند حوالي 400 مليار تقريبا، لو قارناه في السعودي نلاحظ بأنه هو تقريبا نصف اقتصاد السعودي، ولكن لو لم توجد هذه العقوبات على إيران منذ عدة أعوام للاحظنا بأنه كان على الأقل هو ضعف هذا الحجم الاقتصاد الإيراني. هذا طبعا بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وطبعا التأثير بالفعل كان واضح. أما بالنسبة لتوقعات نمو الاقتصاد الإيراني خلال الفترة القادمة، هتكلم عن 2016 وفي هذه الفترة تكون معظم العقوبات ربما قد أزيلت عن الاقتصاد الإيراني، فالمتوقع أن ينمو الاقتصاد بحوالي 6%، بينما حاليا هو ينمو فقط في 3%، وهذا لما نعنيه بأنه سيكون حوالي ضعف الاقتصاد الحالي. في السعودية حوالي 2.7%، والإمارات العربية المتحدة 3.5% حسب توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2016. طبعا هناك ربما التساؤل، يعني لماذا الاقتصاد الإيراني لديه البوتنشلز والقوة خلال الفترة القادمة؟ التعداد السكاني له يعني دور أساسي في هذا الموضوع، يعني تقريبا هو عند حوالي 80 مليون نسمة، لو قرناه مع السعودية هو أكثر من ضعف 30.7 مليون، والإمارات عند حوالي 9.350 مليون نسمة. بالنسبة لمعدلات البطالة تعتبر هي من الأعلى في المنطقة في إيران، هي عند حوالي 10.8%، لو قرناها مع السعودية والإمارات هناك فارق شاسع في البطالة، ولكن عندما تفتتح إيران على الأسواق الأخرى وقد نشهد استثمارات مباشرة وغير مباشرة في الاقتصاد الإيراني، هذا قد يخفض طبق البطالة ربما إلى أقل من النصف عندما هي حاليا عند 10.8%. بالنسبة للاحتياط النقدي الإيراني فهو يقف حاليا عند 110 مليار دولار تقريبا، 680 مليار دولار في السعودية و74 مليار في الإمارات، ولكن هذا الاحتياط النقدي حاليا الموجود، ولكن لو شهدنا رفع للعقوبات فهناك العديد من الأموال ستعود إلى الاحتياط النقدي، لأنه بالفعل يعني هناك العديد من الأموال المجمدة في خارج إيران بعد فرض العقوبات، وقد نشهد ارتفاع بطبيعة الحال لهذه الأموال المجمدة وبالنسبة للاحتياطات. ربما الأهم خلال هذه الفترة وما يرقبه البعض المتداولين في الأسواق المالية والمستثمرين هو سوق الأسهم الإيراني. لو نظرنا إلى هذا السوق، القيمة السوقية تعتبر حالياً منخفضة 95 مليار دولار فقط، يعني حتى أقل من نصف حجم السوق الإماراتي الذي يقف عند 219 مليار، أما بالنسبة للسوق السعودي فهو أكثر من 550 مليار وهو الأكبر خليجيا. ولكن ليس هذا الموضوع، لو نظرنا فقط إلى مقررات الربحية يعني فقط مقارنة بسيطة، 11 في الإمارات، 17.2 في السعودية، ويعتبر من الأغلى حاليا أو الأعلى سعرا بالنسبة لمقررات الربحية، ولكن في إيران هو الأدنى لو نظرنا ليس فقط ربما في المنطقة ولا حتى في الأسواق الناشئة، ولكن حتى في الأسواق الصاعدة فهو من أدنى مقررات الربحية، وهذا قد يكون يعني فرصة كبيرة لدخول استثمارات جديدة إلى هذا السوق الذي يعتبر حاليا صغير لكن هو فعليا كبير. لو نظرنا إلى عوائد التوزيعات، من لا يريد هذه العوائد التي تبلغ أكثر من 3%؟ نتكلم هنا عن ديفيدند ييلد وهو الأعلى أيضا على صعيد المنطقة، قد يكون أيضا الأعلى عالميا بالنسبة للتوزيعات، العوائد على التوزيعات والذي يبلغ عند حوالي 13.7%. فأي رفع للعقوبات نلاحظ بأن هناك يعني التحضر لصناديق الاستثمار للدخول في هذا السوق، ولكن قد تأخذ بعد الوقت. ولكن هناك بعض المعوقات التي شهدناها ليس فقط الآن وحتى مع رفع العقوبات، ولكن حتى في الماضي، وكان لديهم ربما البيروقراطية وصعوبة الإجراءات، ولكن في خلال هذه الفترة ومنذ حوالي تقريبا 10 سنوات شهدنا ربما إزاحة أو إزالة بعض هذه العقوبات والصعوبة في الإجراءات، بعض التسهيلات شهدناها، ولكن سنعلم بالفعل هل هي نشأت تساهل أم لا خلال الفترة القادمة. الفساد الإداري طبعا الذي لاحظناه ومنذ
منذ سنوات في دخول الأموال إلى إيران، ومخاطر طبعا عودة العقوبات مرة أخرى، لأنه حتى ومع رفع العقوبات لا أحد يضمن بأنها قد لا تعود في المستقبل. ومشاهدينا، الحديث عن الاقتصاد الإيراني وأيضا فرص الاستثمار الداخلية في إيران وأيضا تأثير رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران على الدول الخليجية، سنتحدث بإسهاب عن هذه المواضيع مع الدكتور محمد فراس النائب أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية، وأيضا السيد رامي الشرع الخبير الاقتصادي. أهلا بكما. دعونا نتحدث عن الاقتصاد الإيراني. أتوجه بسؤالي لك سيد رامي. الاقتصاد الإيراني الذي عانى خلال 12 عاما من عقوبات اقتصادية فرضت عليها، كيف نقيم الحالة الاقتصادية الآن لإيران؟ نعم سيدتي، بداية مساء الخير. الفترات الأخيرة اللي مضت على إيران اقتصاديا كانت صعبة للغاية، وكان في حديث بالمجمل أنه ما كان ممكن تستمر لولا الضغط اللي حصل بالفترة الأخيرة، تولدت عنها مشاكل كبيرة للنظام الإيراني الاقتصاد طبعا بقصد. إذا ما ذكرنا بعض الأرقام اللي تخص هذا الموضوع، فإنه كان انهيار الريال الإيراني أمام الدولار بأكثر من 70% في الفترة الأولى، كان في تجنيد للأموال الأجنبية في الخارج والاحتياطات النقدية بشكل عام، كان في هنالك تضخم كبير جدا حصل في المنطقة توالت عليها السنوات لحتى وصل أكثر من 200 إلى 300% على السلع الأساسية. هذا كله في المجمل جعل من إيران تندفع للجلوس على طاولة المفاوضات الاقتصادية والخروج بالعباءة التي خرجت فيها قبل أيام بسيطة بالنسبة لاتفاقية جنيف. بتوقع أنه راح تكون الأمور إن شاء الله بشكل أفضل، تعود على المنطقة بشكل عام بشكل أفضل. يعني البعض يتوقع بأنه بالفعل ومع ما توصلنا إليه إلى حد اليوم، إلى حد ما رفعت العقوبات عن إيران، هذه توقعات لربما من الأشهر القادمة، هل تعتقد بأنه أيضا دان ديل بالنسبة لإيران؟ هو هذا الاتفاق هو سار المفعول مبدئيا لمدة 6 شهور، هكذا كان الاتفاق عليه. على موجبه راح يكون في تقييم ورقابة من الطرفين الإيراني والدولي، الخمس دول زائد واحد، على موجبها راح يتم التقييم مرة ثانية للدخول في مفاوضات جديدة لبعض الجزئيات المطروحة كانت على الطاولة. لكن بشكل عام الأساسيات الكبرى، خلينا نحكي عن موضوع التسلح وإلى آخره من الأمور الشائكة اللي كانت هي موضوعة على طاولة المفاوضات أو هي كانت السبب في فرض العقوبات على إيران، يتم حلها بشكل نهائي. بعتقد أنه راح إيران تكون متفهمة للوضع اللي صارت فيه، والآن هي بصدد انها توافق على مجمل الشروط اللي مفروضه عليها، لان الوضع الاقتصادي اللي حصل فيها بالفتره الاخيره كان مهلك جدا، ما قادرين انهم يعملوا فيه اي ازاحه او اي مرونه بسبب عدم التعاون الدولي، بقائك وحيدا عن العالم لا يمكن يعني ان تبني شيء في المستقبل او تتقدم في الاقتصاد المحلي لاي شيء كان. طيب دكتور فراس، يعني بالتاكيد الدول الخليجيه استفادت كثيرا من تلك العقوبات التي فرضت على ايران لمده 12 عاما، منع النفط الايراني من الدخول الى الاسواق النفطيه، ولكن الان الدول الخليجيه بعد رفع العقوبات هل حسبت واعدت العده لعوده ايران بقوه الى الاسواق النفطيه وايضا الى استثمارات في قطاع أخرى؟ في البداية مساء الخير، وحابب استكمل الشيء اللي حكاه زميلي الأستاذ رامي حول المشهد الاقتصادي الإيراني ما قبل الاتفاق النووي الإيراني الغربي، ومن ثم فيما بعد بنتقل للإجابة على سؤال حضرتك. بنلاحظ أنه كان هناك تهاوي كبير لسعر صرف العملة كما قال الأستاذ رامي، كان هناك انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20%، كان هناك إلى حد 160 مليار حسب وزير الخزانة الأمريكي خسائر عوائد النفط منذ عام 2005، كان هناك أكثر من 160 مليار دولار من الأموال والأصول المجمدة عبر العالم، كان هناك معدلات تضخم كبيرة تصل إلى 40% بدلات بطالة وهكذا ذلك. إذن مشهد قاتم للغاية، وأكيد بدون أي شك بأن الاتفاق النووي الإيراني الغربي سوف يحقق مكاسب سياسية
استراتيجية واقتصادية أولا وأخيرا. تلك المكاسب سوف نتكلم عنها بعد قليل، ودعنا لا نبالغ في تلك المكاسب، وخاصة عندما نتكلم عن المحيط الإقليمي، أي سؤال حضرتك حول دول الخليج. بطبيعة الحال هناك مساهمة كبيرة لدول الخليج في أوبك، وأوبك مدعوة دائما إلى سد الثغرة أو الفجوة التي تحصل في السوق العالمي للنفط. أكيد كان هناك استفادة، ولكن كان هناك إجهاد أيضا في استنزاف الموارد المتواجدة لدى الخليجين. بطبيعة الحال حاليا يمكن أن يكون هناك عودة للنفط الإيراني إلى السوق العالمي، وبالتالي سوف تكون دول أوبك مدعوة و دول خليجية رئيسية ضمنا مدعوة إلى إعادة النظر في الإنتاج، لأن الإنتاج إذا استمر كما هو سوف يكون هناك هبوط جديد في أسعار النفط، وهذا الأمر لن يعود بفائدة على أي من دول النفط في العالم. بالإضافة إلى أن دول الخليج في حال أنها أرادت أن تعود إلى نسب الإنتاج السابقة سوف يكون هناك انخفاض قد يصل إلى أكثر من 8 مليار دولار سنويا، إذا تكلمنا عن الدول الأساسية في الخليج وهي الإمارات السعودية وقد تكون الكويت، وإذا تكلمنا عن الدول المجتمعة سوف يكون هناك أكثر من 15 أو 16 مليار دولار. إذن هناك معضلة تتعلق بالاتفاق النووي الإيراني الغربي، تتعلق بدول أوبك بأنها لن تستطيع ببساطة العودة إلى نسب الإنتاج السابقة، ولن تستطيع أيضا ببساطة أن تستمر على نسب الإنتاج التي عقبت العقوبات التي حدثت. ولكن دكتور هنا السؤال ربما حتى فيما يتعلق بالنسبة لأوبك، يعني حتى قبل عودة النفط الإيراني نلاحظ هناك تخبط بين أعضاء أوبك حول نسبة الإنتاج، ونلاحظ بأن الإنتاج السعودي حاليا عند مستويات قياسية جديدة، وهي لن يعني السعودية لم تبارك حتى بالنسبة للاتفاق النووي الإيراني اليوم. يعني ومع عودة إيران إلى سوق النفط، ألا تعتقد بأن أوبك نفسها ستكون في خطر؟ تكلمت وتكلمنا عن هذا الأمر بشكل مسهب في حلقة سابقة، بأن أوبك كما قلت حضرتك بأنه هناك تخبط لأسباب عديدة تتعلق أيضا بالسياسات الاستراتيجية للولايات المتحدة فيما يتعلق بالنفط، يعني نلاحظ موضوع النفط الصخري ونلاحظ موضوع التذبذب في الإنتاج وغير ذلك. إذن أوبك سوف تستمر في هذا التخبط ما دامت استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن دوما نتكلم بأن أحد أركان الاستراتيجية الأمريكية هو موضوع النفط، لأن النفط هو عصب الصناعة، والصناعة بها تطورت تلك الدول المتطورة على الدول التي تخلفت عن الركب. إذن هناك تخبط كما قلت حضرتك، وسوف نرى في الفترة القادمة، وخاصة بأن الدول الغرب والدول بشكل عام دول العالم تحاول الآن التهافت باتجاه السوق الإيرانية من أجل تقاسم الكعكة الإيرانية، بعد أن قدمت حكومات الغرب الغطاء السياسي لأي نوع من الاستثمارات. وهنا أقول بأنه لا يجب أن نبالغ بأن هناك انفراج كامل تجاه إيران، يمكن أن يكون هناك انفراج تجاه النفط الإيراني أو الغاز الإيراني بسبب أن الإيران هي من الخمس الكبار على العالم بأسره في موضوع النفط والغاز، ولكن فيما يتعلق بالاستثمارات الأخرى التي يمكن أن تفيد الاقتصاد الإيراني لن يكون هناك هذا التهافت، لأسباب تتعلق بأن صحيح العلاقات الدولية والعلاقات الاقتصادية الدولية ضمنا لا تعرف الأخلاق، ولكن هناك نوع من العداء الأيديولوجي، هناك نوع من التوجسات على السياسات الإيرانية لن تسمح بهذا الانفراج للاستثمارات على المستوى أو المحيط الإقليمي وحتى على المحيط الدولي. وإلى هنا مشاهدينا نصل وإياكم إلى نهاية حدث هذا اليوم.